السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد جينا باش نصوروا لكم الفيضان واد طنجة. اللهم بارك. كما كتشوفوا هذا واد طنجة، الوصول واد طنجة قبل قليل. تبارك الله، ما تخيلوش شحال زوين. اللهم بارك. شوفوا السيول اخوتي، شوفوا. دائما كنديروا مجهودات ديالنا باش نصوروا لكم هاد الاوديه. هذا واد اليوم الاثنين، البدايه ديال الاسبوع. اللهم بارك. البرج ديال طنجه، نختار مولدان العصر. ايوا، كما كتشوفوا معنا اخوتي، مباشره من الواد ديال طنجه. هذا المكان رائع جدا، واد. اللهم بارك. نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. العصر. ايوا، هذا الواد ولا مشهد تبارك الله. اذا صورنا الواد نهار الجمعه كان عادي جدا، اليوم اكتشفنا اللون ديال الواد في شكل اللون ديالو على حسب التراب اللي كاين هنا. اذا التراب ديال طنجه في شكل، وهذا الواد اش غادي نقول لكم، رائع جدا. ونتمنى ان شاء الله نقدموا ما افضل. دائما كنديروا مجهودات ديالنا باش نصوروا ما افضل السيول. اذا الشتاء باقي غادي تنزل، انا رايي. وهذا الوادي يقدر يتزاد بعد ساعات، يقدر هذا الوادي يتزاد على حسب. تبارك الله، اللهم بارك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. البرج، هذا البرج ديال طنجه. طنجه يا سلام، طنجه رائعه. اي هي هي، تبرع ليا ودي السي في 7، تبرع ليا مع راسك. اي هي هي، شي حطاتو شي زواتو، شي كيتمتع شي كيتعذب، شي كيسافر شي يبقى في دارهم. الله يحسن العوان. كاينين بعض الناس ما عمرهم سافروا مساكن، ما عندهمش فلوس مساكن، وكاين اللي كيتمتع للمدينه للمدينه راه برا. ما عندنا زي ما هو هو عاوتاني كيحشي لينا الهضره. بدي اش بغيناكم، ما كنحشي الهضره لحد. كيبان علينا. زعما انت واعر ياك انت.
كوكا عباد الله. كنشوف بعض الناس كيقول لك لا كتحشي لينا الهضره. شكون اللي دافيك الحريره نهار العيد؟ شكون اللي مسوق لك كاع؟ اش كاين في هذه الكره الارضيه؟ هذه هي الحياه، هذه هي الحياه. ضروري 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 واحد الشويه ضروري. اذا كما كتشوفوا هذا الخير ديال الله سبحانه وتعالى، النعمه ديال سيدي ربي، الماء، الماء باش مبنيه الحياه. ملي كتكون امطار غزيره وكيكون الفيضان كيكون الربيع وكيكون الرواج، اللهم بارك، خصوصا الفلاحين. الفلاحين دابا فرحانين بهاد الامطار غزيره. اللي كيديروا الفلاحه ديالهم، اللي كيكسبوا الاغنام، المعيز، الجمال، كتكون القضيه زوينه عندهم، مزوهره. الله يوفقهم. اذا هذا الواد رائع جدا، اجواء ما تخيلوش شحال زوينه، اجواء ممتعه في طنجه، طنجه عالميه، طنجه رائعه جدا. ايوا خرجنا باش نصور لكم هذه الاوديه، راكم عارفين هذا الشيء ديال السيول، هذه هي خدمتنا، خدمتنا دائما كنتمتعوا بها، دائما خصنا الوقت المناسب نكونوا باش نصور لكم هذه الاوديه. اذا الا ما جيناش صورنا لكم الاوديه، اذا حنا يا والو، خصنا دائما تما فاش كاين شي واد خصنا نصوروه. وفي نفس الوقت الناس كيتفاعلوا معنا في هذه الاوديه. دابا ملي نحط لكم هذا الواد كتلقى عليه التفاعل، وتلقى الناس يديروا ليه اللايك، كاين واحد التفاعل كبير خاص في هذا الشيء ديال السيول. اذا المحتوى ديال بيزلف هي هذه، والمزيد ديال الاوديه بالجوده والصوت عالي تلقاوه في القناه ديالي الاولى، نفس السميه ديال هذه القناه، احمد بيزلف بالفرنسيه، هذه باللغه العربيه. اذا ونتمنى ان شاء الله المزيد، ان شاء الله كاينه قناه جديده حتى هي ان شاء الله، غادي نحاولوا نوصلوها حتى هي 1000 مشترك ان شاء الله، ونوصلوا 4000 ساعه باش يكونوا فيها اعلانات، باش نحطوا فيها الاوديه ان شاء الله بحول الله. وربما ربما كنفكر بانه الصفحه ديالي في الفيسبوك غنديروا فيها السيول، نطلعوا الصفحة في الفيسبوك، نبدا نحطوا فيها الفيضان حتى هي ان شاء الله بحول الله. نطلعوا نوصلوا هذيك 100K ان شاء الله بحول الله. اذا اجواء ممتعة، اجواء رائعة، اجواء جميلة خاصة في طنجة، الشتا جات، عاصفة رعدية داست. ايوا نتمنى ان شاء الله المزيد ديال الامطار غزيرة خاص الشمال. اذا تطوان كاين الشتا، الشاون كاين الشتا، عامة المغرب كاين الشتاء، ربما ما سمعت حتى الصحراء المغربية فيها الشتاء. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي في هذا الفيديو، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. طنجة المغرب.